ولا ألحد في أسمائه وآياته. نعم، ولا ألحد، الإلحاد هو الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل، والإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عن مدلولها، هو الميل بها عن مدلولها إلى مدلول باطل، كتفسير الوجه بالذات واليد بالقدرة أو النعمة وهكذا. هذا تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه. نعم. ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته. نعم، ولا ألحد، كما قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يلحدون يعني يميلون بها، يميلون بها إما بجحدها كما فعلت المعطلة، وإما بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته الممثلة، وإما بالزيادة عليها شيئا لم يثبته الله ولا رسوله، وإما بجعلها أسماء للأصنام كاللات والعزى إلى آخره. هذه أقسام الإلحاد. نعم.